السلام عليكم، نهار جديد وفيديو جديد معنا. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على التعاليق اللي كنقراهم دائما وكنديروا بهم. كنشكركم بزاف بزاف. المهم غادي نبداو الفلوق ديالنا. كيف ما كتشوفوا ديما كنبين لكم الدجاجات، ها هما دوك. نبداو الفلوق ديالنا، غادي نوريكم فين وصلنا بالنسبه للكوخ اللي كنبنيو. او هادي مومو قطيطه. بالنسبه للكوخ اللي كنبنيو كيف ما كتشاهدوا، كندير له دابا الخشب من الجنب، مازال عاد غادي نديروا له السرجه من فوق اللي قلت لكم. المهم حنا ماشيين فيه دقه دقه. الطبله ديال الخدمه ها هي حطيناها هنايا، الماتيريال كلها. بغيت نقول لكم شريت هاد البوطه هادي باش نركبها فوق ديك البوطه الزرقاء اللي عندي في الكوزينه، ما جاتش لان عاد غادي نقادوها مزيان، لان هذه ديالها شويه جاو كبارين على اللي عندنا. المهم هذه كانت عندنا شريناها تقريبا هذه شي سيمانه، خرجتها باش نخبعها في الشخير على ما نقادوها. قلت نوريها لكم. وكذلك خصنا نحفروا لها لان عندها هاد البلاصه هذه خصها تحفر. المهم حتى يجي وقتها ان شاء الله نقادوها. حتى هي فيها غير جوج ديال الفمام، مزيونه سهله للمسيح وكل شيء. هادشي اللي كاين، حنا كنكملوا شغالاتنا. جيت الصباح قديت شويه الامور، خملت شويه الدار، مرت شويه البيت كيف ما غتلاحظوا، صيقت، جمعت الكوزينه، الارض راه مازال فازقه. المهم لا بدا مع الواحد ما كيدير الشغال. ما شاء الله الفليسات كبروا، اللي خلاه الله كله كيكبر. هاد الفليس مو طلعت الفوق ومشاو للجهه الاخرى وكيقلب منين يمشي. باقي يطير. المهم هذه الدجيجه خملت هنايا كذلك، جمعت الكوزينه. هذه هي البوطه اللي قلت لكم بغيت نبدل، ان شاء الله دابا يجي وقتها. المهم خملت كل شيء، صيقت، كنحيدو وسخ فين يجي وسخ اخر. وانتم معنا هنايا كنديرو ديما هاد الكربه ديال العواد باش محيت نبغيو نشعلو العافيه كنلقاوها قدامنا. هذا مكان
هنا بغيت نصور لكم واحد الحاجه. كيف ما كتشوفوا الارض عامره بالاوراق ديال الشجر، بالاخص هذا الشجر هذا الكبير اللي قبلتي، كل الاوراق ديال الشجر كطيح منها، طيح على الحديقه ديالي كيف ما كتشوفوا. بغيت نقول لكم بان كيف ما غادي تلاحظوا هنايا عندي الدالية د العنب، هادي داليا، ان هادي داليا، ما كاين هنايا واحد النبات هنايا ما كيخليهاش تطلع، غادي نحيدو. وكذلك هنا عندنا داليا، فغادي هنايا هاد الشوك هذا خرج من اللور وخرج لعندها لهنايا، الا كبرات ما غاديش تقدر تطلع على حساب هاد الشوك. فجيت باش نقطع هاد النباتات الغير لازمه بحال هادي، باش ان شاء الله الا كبر شي، الا كبرات الداليه تكبر مزيان، يعني ما غاديش تصطدم مع هاد النبات ديال الورد اللي فيه الشوك. هادشي اللي كاين، غادي نكمل ومن بعد غادي نصور لكم شنو صوبت. غادي نقطع ديك البلاصه، يعني نقطع هاد البلاصه غنخلي غير الداليات. وهنا ها شحال ديال البلونط حيت الاشواك كاع، لدرجه ان الدم خرج ليا من يدي، ما كنتش دايره اللي قال اخرى وما حسيتش حتى بان الدم خارج من يدي. فالمهم حيت الاشواك اللي كانوا هنا، كذلك اللي هنا، زدت حتى لهذيك البلاصه كانوا هنايا كذلك اشواك، هي ديك الورود اللي كيخرجوا الشوك ديالهم شحال قاصح، يعني الاغلبيه حيدتو، بقى عاوتاني هاد شويه من الجهه الاخرى غادي نمشي نجيبو المنشار باش نحيدوه ديال الضو. فشوفوا الشوك قداش، يعني هاد الاشواك ما غاديش تخلي نهائيا النباتات تطلع، فكانوا من هنايا بزاف ديال الاشواك حيدتهم، بقى غير ديك الطرف هذاك حيدت من هنا كذلك باش هاد البلانت نيت يطلع. المهم حيدت من هنا الجهه ديال الداليات باش يكبروا هنا وهنا وهنا. فنتمنى ان شاء الله نكون درت شي حاجه زوينه ويكبروا ان شاء الله، بسبب كنظن غير بسبب هاد النباتات اللي الشوكيه هي هما بها ما كبرتش الداليا. ها شوفوا قداش الشوك. المهم هاد الشيء، هاد البلانط هذا اللي طايح في الارض غادي نجمعوه وان شاء الله نتوما معنا. بالنسبه لهاد الكوخ فكيف ما كتشوفوا كنا غادي نديرو من الفوق سرجم، ساعه قلنا لا نديرو غير هاد الخشبات هكا جاو. نتمنى يكونوا، نتمنى يعجبوكم، فالقضيه جات زوينه صراحه. ومازالين كنركبوا الخشب في الجهه اللي لهيه، مازالين كنركبوا الخشب من هنا، مازال ما سالينا. وها هما الدجيجات اولا الفليسات اللي كبروا دابا، غادي يدخلوا باش يبيتوا مع امهم، كيمشيو كيرعاو الهيهات يعني في جرادي وحدين اخرين، وحيت كيقرب الحال المغرب تودن كيجيو مع امهم كيدخلوا يبيتوا، يعني عارفين بلاصتهم عكس ديك الحمراء انها محيت خرجات كاع ما ولات رجعات. كيف ما كتعرفوا في الوقيته ديال الخريف والشتاء، فصل الخريف والشتاء النهار في هولندا او لا في اوروبا كيكون قصير بزاف، فمحيت غادي ينقصوا ساعه في ثالث شهر المغرب غادي تبقى تودنا مع 4:15 كاع، كتوصلنا حتى ل 4:15. مهم فليسات راهم هاي بلاتي شويه غادي يدخلوا.